كان نصيبي إصابة بطلقة قناص في الفخذ الأيسر، أدت إلى تفتت عنق الفخذ الأيسر. أنا أذكر كانت سيارات الإسعاف موجودة وتبعد عني حوالي 20 متر أو أقل، وكانوا ينظرون إلي وأنا أشير، وقد عرض ذلك بعض الفضائيات ولكنهم لم يستجيبوا. فعرفنا فيما بعد أن السائقين الموجودين في هذه السيارات هم من رجال الأمن وليسوا من المسعفين. نقلت بسيارة أجرة، يعني توقف سائق كان شجاع جدا. جلست يوم واحد في مشفى الوطني، تمكنت من الحصول على إسعافات أولية. أعطوني حوالي 2 أو 3 وحدات دم فاستعادت وعي، وأعطوني مضادات حيوية، وقالوا هذا ما يمكن أن نقدمه لك لأن إصابتك بالغة جدا. بعد بيوم واحد تحولت إلى مشفى دمشق وبقيت فيه حوالي أسبوع، أعطوني فيها المضادات الحيوية وبعض الأدوية اللازمة، ولكنهم عجزوا أيضا عن أن يقوموا بالعملية الجراحية لأن الإصابة أيضا كانت بالغة. وأرسلوني إلى البيت وقالوا لي أنت يلزمك علاج محافظ. فسألت الطبيب كيف علاج محافظ؟ فقال أنت يجب أن تبقى في الفراش مسجى لمدة 3 أو 4 أشهر، لأنه عمليتك يعني شبه مستحيلة، يعني دع العظم يجبر على حاله. كان هناك تفتت كبير، أنا لم أقتنع بالفكرة، أنا لم أقتنع بهذه الفكرة، يعني أيقنت بأن الطبيب لا يريد أن يقول لي أن هذه العملية هي فوق مستواي، فأراد أن يتخلص مني. فذهبت إلى منزلي، أخذوني وبقيت في المنزل حوالي 10 أيام. في هذه الأثناء كان يزورني بعض الناس فيذكرون اسم طبيب في دمشق، وكان عندي إصرار على الذهاب إلى هذا الطبيب، وكان العلاج على نفقتي الخاصة، لم يتدخل أحد في دفع العلاج، أقصد الدولة لم تتدخل في دفع النفقات من أجل علاجي. كلفتني هذه العملية الجراحية حوالي 150,000 ليرة سورية، وكان الطبيب يطمئني بأن نسبة النجاح ممتازة، والحمد لله عدت إلى وضعي السابق بنسبة 95%، ولكني الآن أعاني من وجود الرصاصة لا تزال موجودة، وهذه القضبان المعدنية نوعا ما تعيق حركتي في المشي. بعدها بفترة لم أستطع الذهاب إلى المشفى لأن الوطأة الأمنية أصبحت شديدة جدا على المشافي الحكومية وعلى المشافي الخاصة، إما أن يتم تصفية الجريح أو ضربه على مكان الإصابة أو اعتقاله وهو مصاب. فوجدت أن آتي إلى منظمة أطباء بلا حدود لأتمم علاجي، وأنا الآن هنا من أجل هذا الغرض.